يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ وما مقصود ابن عباس رضي الله عنه بقوله إنها سنة، يعني قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ سنة يعني سنة الرسول، سنة يعني مستحبة، إنها سنة يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ركن من أركان الصلاة الجنازة، كما أنها ركن في الفريضة والنافلة. نعم.